هذه الصورة لا تجوز، لابد من إجراء الصرف أولاً. نعم. إجراء الصرف وأم وتحويل ناتج الصرف، يعني ليس لصاحب المكتب أن يجبر المستفيد على أن يستلم حوالته بعملة أخرى. أو العشر دولارات هي عبارة عن أجور لخدمة التحويل. مع التطور التكنولوجي وبعد ثورة الاتصالات الرقمية، أصبح بالإمكان تحويل الأموال ونقلها من بلد لآخر بمكالمة هاتفية أو رسالة نصية، أو ربما بضغطة زر ليصل المال إلى أبعد مكان في العالم. فما هي أحكام تحويل الأموال النقدية إلى البلدان الخارجية بنفس العملة أو بعملة أخرى؟ وما حكم الأجور التي تتقاضاها شركات الحوالة على تحويل الأموال؟ وهل يجوز أن تزيد الأجرة إذا كانت الحوالة بالدين؟ في هذه الحلقة من برنامج درهم ودينار نتعرف على أحكام الحوالات المالية الخارجية من خلال استضافة ضيف البرنامج الدائم فضيلة الشيخ الدكتور إبراهيم شاشو المتخصص في المعاملات المالية والصيرفة الإسلامية. أهلا وسهلا بكم دكتور. أهلا وسهلا بكم، حياكم. أحسن الله إليكم. وإليكم أخي الكريم. بداية دكتور، الحوالات النقدية الخارجية التي تعتمد نقل الأموال من مكان إلى مكان آخر دون أن يحول نفس المال، وإنما يصار إلى تسليمه بنفس المال في مكان آخر، فما هو التكييف الشرعي لهذه الحوالات بارك الله فيكم؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه. اللهم أغننا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وفضلك عمن سواك. بالنسبة للحوالات النقدية أو المالية الخارجية منها والداخلية، هذه كلها حوالات تقوم على مبدأ السفاتج أو السفتجة، وقد كانت هذه قديما عند المسلمين، فقد كان بعض السلف وبعض الصحابة كانوا يتعاملون بهذه الطريقة تقريبا، يعني هي تشبه هذه الطريقة. كان ابن الزبير يأخذ الدراهم من الناس في مكة فيكتب لهم بها كتابا فيستلمونها من أخيه مصعب في الكوفة، وكذلك كان يفعل ابن عباس. هذه الطريقة كانت قديما كي يأمن بها الشخص خطر الطريق، فإذا أراد أن ينقل المال من بلد إلى آخر ويحمله معه فقد يتعرض الطريق لي يعني قطاع الطرق، لكن يقوم بوضع هذا المال عند شخص ثم يستلم مثل هذا المال، مثل لا يستلمه نفسه إنما يستلم مثله. فأعطاه مثلا 1000 درهم، كان يستلم مثل هذا المبلغ في البلد الآخر. هذه الصورة التي كانت في عهد الصحابة الكرام رضي الله عنهم، اليوم كأنها أخذت يعني شكلا جديدا بعد يعني ثورة التكنولوجيا ووسائل الاتصال، فأصبح من يريد أن يحول مبلغا إلى بلد بعيد يضع مثل هذا المبلغ، يضع مثلا مبلغ 1000 دولار ويستلم به إشعارا، ثم يعني الوكيل هذا المكتب وكيله له وكلاء، وكيله الذي هو في إدلب، وكيله في تركيا أو في ألمانيا أو في غير بلد، يستلم يعطي المستفيد مثل هذا المبلغ. فبالجملة هي معاملة جائزة أجازها أهل العلم ولا بأس بها، ويعني قد تعامل الناس بها فهي جائزة في هذا الحال، تقضي حوائج الناس وتيسر أمورهم وتوفر عليهم الكثير من الجهد. دكتور، هذه الحوالات النقدية الخارجية قد تسلم بنفس العملة، وقد لا يكون عند المكتب الخارجي هذه العملة فيسلمها بعملة أخرى، مثلا يأخذ بالدولار ويعطي بالتركي، أو يأخذ بالتركي ويعطي بالدولار، فما حكم هذا في الشرع؟ الأصل أن يسلم المكتب الحوالة بنفس العملة التي حصلت بها. يعني إذا حول بالليرة التركية يسلم بالليرة التركية، وإذا حول الشخص بالدولار فعلى المكتب الفرع أن يسلم بالدولار. هذا هو الأصل، لأن هذا هو حق المستفيد، هذا هو حق المستفيد. حق المستفيد هو أن يستلم الحوالة التي حولت له من البلد الآخر بنفس العملة، بنفس العملة وبنفس القدر الذي حول به. أما
تسليمها بغير العملة فهذا غير جائز، هذا غير جائز. نعم. أنا يعني ليس لي صاحب المكتب أن يجبر المستفيد على أن يستلم حوالته بعملة أخرى، هذا كأنه يجبره على عقد الصرف، وعقد الصرف يعني لا يكون إلا رضائيا، وبالتالي صاحب المكتب عليه أن يؤمن هذه العملة إذا كانت لا توجد لديه، طالما أن هذه العملة عملة موجودة، مثلا عملة الدولار موجودة في كل المكاتب الحوالات، وكذلك عملة الليرة التركية واليورو وغير ذلك، فما دامت العملة موجودة في البلد، ما دامت في البلد فعلى صاحب المكتب أو شركة الحوالات أن تسلمها بالعملة نفسها دون تغيير، إلا إذا رضي المستفيد، رضي أن يعني يقلب العملة، قال له أنا حوالتك $1,000 هل تقبل أن أعطيك إياها بالتركي؟ إذا رضي المستفيد لا بأس، لا بأس إذا رضي المستفيد لا بأس بنفس السعر هذا اليوم، يعني بسعر اليوم الذي سيقبض فيه المستفيد الحوالة. لكن هناك مسألة مهمة، هناك بعض الدول يعني يحصل فيها مثلا أن تقل عملة بلد من البلدان، مثلا هنا في مناطقنا المحررة لا يوجد عندنا العملة الصينية ولا يوجد عندنا العملة اليابانية، تكاد تكون إيش نادرة جدا، وكذلك بعض الدول التي يعني يقل حوالات فيها، هذه ممكن أن نقول في هذه الحالات الخاصة عندما تكون العملة التي حول بها المبلغ نادرة الوجود لا يمكن حصولها، فهنا يعني المشقة تجلب التيسير، ونقول لا حرج، لا حرج في أن يسلم المكتب هذه الحوالة بعملة يتفق عليها الطرفان المستفيد والمكتب الفرع. أما الأصل أن يسلم المكتب الفرع الحوالة بنفس العملة دون تغيير، إلا إذا تراضى كما قلت الطرفان على يعني تسلمها بعملة أخرى. دكتور، إذا كان تسليم الحوالة بعملة أخرى بطلب من صاحب الحوالة، فمثلا يعطي المكتب $1,000 فيقول له مثلا سلمها لفلان بالتركي، أو يعطيه تركي مثلا ويقول سلمها لفلان بالدولار، فما حكم الشرع في هذه الصورة؟ هنا اجتمع الحوالة مع الصرف. نعم، في هذه المسألة اجتمع الحوالة مع الصرف، هذا جائز بشرط أن يجري هذا الشخص الذي يريد تحويل المبلغ يجري الصرف ثم الحوالة، أو الحوالة ثم الصرف، لكن أن يجري الحوالة مع صرف معا فلا يجوز. مثلا يعطيه $1,000 يريد يقول له صرف لي هذه الألف، صرف لي هذه الألف إلى التركي، كم تصرفه؟ قال يعني ب33,000 ليرة. تمام، يقول له إذن حول لي المبلغ الناتج، مبلغ الصرف يعني، يحول له 33,000 ليرة، نعم، يحولها إلى تركيا مثلا ويأخذ إشعارا بالليرة التركية، أو يحول المبلغ بالدولار، بالدولار، ثم المستفيد يصرفها هو إذن، لكن لا يجوز له أن يعطيه $1,000 يقول له حول لي إيش مبلغا مثلا مبلغ 30,000 ليرة تركية، هذه الصورة لا تجوز، لابد من إجراء الصرف أولا. نعم. إجراء الصرف وتحويل ناتج الصرف، ويقبض المحول يقبض إشعارا بناتج الصرف، وهذا الإشعار المكتوب فيه هو الذي سيستلمه المستفيد في المكتب الفرع. نعم دكتور، كثيرا ما يحتاج الناس إلى تحويل أموال لأقربائهم عند النظام السوري. نعم. وكما تعلمون أن النظام يمنع تداول العملات الأجنبية. صحيح. مثل الدولار أو غير ذلك، فيضطر المكتب. نعم. إلى تسليمها بالليرة السورية تجنبا. نعم. للاعتقال، فتكون هذه المعاملة مشروطة، فيقول مثلا أنا أحول لك دولار تعطيني دولار وأنا أعطيها بالليرة السورية، فما حكم الشرع في ذلك؟ نحن هذه القاعدة أو هذه الحالة مستثنات من الحكم الذي ذكرته. أنا قلت. نعم. الأصل لا يجوز، أنه لا يجوز، لكن كما ذكرت آنفا أن هناك عملات نادرة، وهذه الحالة أيضا تنطبق عليها نفس القاعدة ونفس الحكم. العملة السورية العملة السورية هي المتداولة في مناطق النظام، أما هنا غير متداول العملة السورية، فأيضا هنا يعني يتم تداول العملة التركية والعملة عملة الدولار، وهناك في مناطق النظام لا يتداولون بعملة الدولار والعملة التركية، فكي لا يقع الناس في المشقة فقد يحتاج الكثيرون يحتاج إلى تحويل أموال
تحويل بعض الأموال إلى أقربائهم، تحويل بعض الأموال إلى إخوانهم ويعني أهاليهم في مناطق النظام، هذا أمر يعني جائز، وهذا أمر حتى يعني مرغب به. قد يقول يريد إنسان بعض الناس أن يحول جزءا من المال لنفقة لوالده لوالدته الكبيرين في مناطق النظام، فالمشقة تجب التيسير. إذا كانت النظام هناك يضيق على الناس بتداولهم لعملة الدولار أو ليرة التركية، فنقول لا بأس أن أعطي إنسان اليوم هنا 100 دولار وأقول حول لي إياها إلى مناطق النظام، فيقول لي أنا سأعطي والدك هناك أو سأعطي يعني أهلك هناك، سأعطيهم بالليرة السورية مبلغ 1,000,000 ليرة مثلا أو 1.5 مليون مثلا، كم تساوي؟ نعم. فيوصلها إليهم بالليرة السورية، وهناك لأنه أنا هناك حرج، ما جعل عليكم في الدين من حرج. نعم. ويعني هذا الأمر الضرورات تبيح المحظورات، فيجوز، نقول يجوز إن شاء الله ولا بأس بذلك، تيسيرا على الناس وتخفيفا عنهم من معاناتهم التي يعانونها في مناطق النظام، فرج الله عنا وعنهم وعن المسلمين أجمعين. بارك الله فيكم وإياكم. متابعينا الكرام، نترككم مع فاصل قصير ثم نعود إليكم. بالعودة إليكم متابعينا الكرام، مع فضيلة الشيخ الدكتور إبراهيم شاشو، نتكلم عن أحكام الحوالات المالية الخارجية. أحسن الله إليكم دكتور. وإليكم أخي الكريم. دكتور، الحوالات المالية الداخلية أو الخارجية، يتقاضى أصحاب المكاتب الحوالات أجورا نقدية على هذه الحوالات، مثلا على تحويل 1,000 دولار يأخذون 10 دولارات مثلا، فهل هذا جائز شرعا أم فيه شيء من الربا؟ لا، ليس فيها أي ربا. نعم. ويعني الربا يتصور أنه يدفع 1,000 فيأخذ يعني 1,010 ليرات أو كذا، هذه 10 ليرات أو 10 دولارات هي عبارة عن أجور لخدمة التحويل. هذا المكتب الذي أخذ منك 1,000 دولار وحولها وأجرى عملية التحويل إلى مكتب آخر في منطقة أخرى بعيدة في يعني تركيا ألمانيا إلى مناطق النظام، هو يقدم خدمة، عنده مكتب وعنده موظفون وعنده أيضا يعني حواسيب وعنده أجهزة وعنده أجور ونفقات، فهو قدم خدمة لك يستحق عليها أجرا. فيعني هذه الدولارات 10 يأخذها هي مقابل أجرة، يعني هو يأخذ أجرة مقابل عمل وخدمة قد يقدمها، فلا بأس أن تكون هذه الأجرة، حتى لا بأس أن تكون هذه الأجرة يعني مفردة، يعني يعطيه 1,000 دولار للتحويل وفوقها أجرة التحويل يعني 10 دولارات، أو يعطيه إياها بالتركي أو يقول له اقتطع، يعني حول 1,000 دولار واقتطع منها 10 دولارات، يجوز يعني تجوز هذه الصورة ويتجوز هذه الصورة أيضا. طيب دكتور، هل هناك نسبة محددة لأجور الحوالات لا يجوز الزيادة عليها؟ هذا يرجع إلى تراضي الأطراف، يعني هناك يعني مكاتب تأخذ يعني 5 بالألف أو أكثر، هذه مسألة ليس هناك تحديد في الشرع لها. نعم. كباقي الخدمات، كخدمة يعني النقل وخدمة المواصلات، هذا يرجع إلى اتفاق الطرفين، قد يتفق الطرفان المحول وصاحب مكتب الحوالات على أن تكون الأجرة 1 بالألف، وقد يعني يتفق الطرفان على أن تكون يعني الأجرة أكثر أو أقل، هذا أمر ليس له تحديد في الشرع، يرجع إلى يعني التراضي، إلى تراضي الطرفين على هذه الأجرة. نعم دكتور، كثير من أصحاب المكاتب التحويل يحولون للتجار بالدين، فمثلا يتصل تاجر بأحد المكاتب فيقول له حول لي 10,000 دولار مثلا إلى الصين، وأنا خلال أيام أو في بحري هذا الأسبوع أعطيك هذا المبلغ، فهنا مكتب الحوالات يأخذ أجرا أكثر من لو سلمه الأموال مباشرة، فمثلا تكون أجرته العادية 20 دولار، ولكن بسبب الدين
يأخذ أجرته $50، فما حكم الشرع في ذلك؟ هذه المعاملة محرمة لا تجوز. نعم، هذه المعاملة محرمة لا تجوز، والسبب أنه اجتمع فيها السلف والبيع، وأيضا فيها قرض جر منفعة. أما القرض الذي جر منفعة فعندما يتصل التاجر بمكتب الحوالات ويطلب منه تحويل مبلغ من المال إلى مثلا الصين أو تركيا أو إلى بلد آخر، فهنا صاحب مكتب الحوالات يقرض التاجر هذا المبلغ، وهذا قرض اسمه قرض، لأن التاجر لم يدفع المال ولم يدفع النقود لصاحب مكتب الحوالات ويقول له حول لي هذا المبلغ. هذا هو الأصل، الأصل أن التاجر يدفع المبلغ ويطلب تحويله. أما التاجر أن يتصل بصاحب بمكتب الحوالات ويقول له حول لي المبلغ الفلاني، فيقوم مكتب الحوالات بإقراضه هذا المبلغ، ويتقاضى على هذا الإقراض ماذا يتقاضى؟ أجرة زائدة. هذه الزيادة كانت مقابل ماذا؟ مقابل الدين. مقابل الدين، وكل قرض جر منفعة، ما هو المنفعة؟ الأجرة الحوالة $20 أخذ 50. طب الفرق بين 20 و30 ما هو؟ $30. هذا مقابل ماذا؟ مقابل الإقراض. هذا قرض جر منفعة وهو محرم ومن الربا، وهذا نحذر منه أصحاب المكاتب الحوالات، نحذر منه هذه المعاملة التي يتعاملون بها، لأن مكاتب الحوالات المقصود من عملها ومقتضى عملها هو التحويل وليس الإقراض. أما أن يفتح مكتب الحوالات باب الإقراض فهذا يدخله في باب كبير من أبواب الربا، لأنه سيقرض الناس والتجار ثم يتقاضى مقابل هذا الإقراض أجورا زائدة، أو حتى لو تقاضى أجوره المثلي يبقى. أنا قلت الأصل أنه لا يقرضه، إنما يقول له أعطني المبلغ وأنا أحول، أعطي ما أحول، وهذه المنفعة التي يحصلها هذا المكتب تصير المعاملة معاملة ربوية محرمة ولا تجوز. طيب دكتور، إذا كان مكتب التحويل يأخذ أجرة المثل سواء كان دينا أو كان نقدا، فمثلا $1,000 يأخذ عليها $20 سواء كان دينا أم كان سلمه المبلغ مباشرة، فهل تصبح المعاملة صحيحة في هذه الحالة؟ أيضا تبقى محرمة للمحظور الآخر. نعم، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن سلف وبيع. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن سلف وبيع، كما قال عليه الصلاة والسلام لا يحل سلف وبيع، ولا شرطان في بيع، ولا ربح ما لم يضمن أو يضمن، ولا بيع ما ليس عندك. فلا يجوز في الشريعة الإسلامية اجتماع القرض مع الإجارة، لا يجوز اجتماع القرض مع الإجارة. يعني لا يجوز أن أقرضك مقابل أن تستأجر من عندي، ولا يجوز أن أقرضك مقابل أن تشتري سيارتي. العلماء قالوا لا يجوز، لأن هذا جمع بين قرض وبين بيع، وبالتالي هنا صاحب المكتب الحوالات وإن كان لن يأخذ زيادة على أجرة الحوالة، لكنه في الوقت نفسه استفاد ماذا؟ استفاد أجرة الحوالة، يعني هنا يعني كسب زبونا جديدا. هو إذا لم يقرضه لن يحول عنده، لن يحول عنده، يعني سيذهب يحول ربما عند غيره، لكن قال له تعال أنا أحول لك المبلغ إلى المكان الفلاني وأنتظرك أسبوعا أو أسبوعين وأخذ منك أجرة التحويل. طبعا هذه أجرة التحويل أنت أخذتها أيها المكتب مقابل أنك أقرضت التاجر، أقرضته المبلغ الحوالة، فلا يجوز أيضا لا بأجرة المثل ولا بزيادة، وهذه تبقى المعاملة محرمة. ولا يجوز لأصحاب المكاتب الحوالات وشركات التحويل أن يدخلوا في مثل هذه المعاملات التي تصير عملهم محرما وتكسبهم المال الحرام والعياذ بالله. جزاكم الله خيرا دكتور، وشكر الله لكم حضوركم الكريم. وإياكم أخي الكريم. إلى هنا متابعينا الكرام نصل معكم إلى نهاية هذا اللقاء، والشكر موصول لكم على حسن متابعتكم. انتظرونا في حلقات قادمة من برنامجكم درهم ودينار. دمتم بحفظ الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.